تنطلق في مدينة جدة بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط تفاؤل وثقة ودعوات كبيرة في الشارع الرياضي السعودي لممثل الوطن نادي الاتحاد بطل دوري روشن للمحترفين لعام 2022-2023 للمضي قدما في البطولة. وسيلتقي الاتحاد في 9 من مساء اليوم نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في المرحلة الأولى في هذه البطولة والتي ستؤهله إلى المرحلة التالية. كل التوفيق لممثل الوطن في بطولة كأس العالم للأندية.